اليوم انا هسه قاعد جنب الحجيه ام مؤيد، هاي والده الشهداء واللي ماتوا بسبب الشهداء. هاي الحجيه هي الان مجرمه بنظر القانون وبنظر البعض. ليش هاي الحجيه مجرمه؟ لانه كانت قاعده وهاي الخرابه اللي بصف هذا الكرفان اللي تابع الى الري، هذه الخرابة قاعدة بيها صار لها تقريبا 40 سنة. زوجها كان موظف بالري وبعدين توفى بال91 وابنها صار موظف بمكانه، وتوفى ابنها قبل 3-4 أشهر اللي كان موظف. أم الشهداء واللي ترعى لها تقريبا ما يقارب بال20-25 بين يتيم وبين مرة وبين مرة شهيد وبين إلى آخره، تتفاجأ بحكم يوم الخميس 4 أشهر مع وقف التنفيذ، وهاي المرة مجرمة لأنه تجاوزت على هاي القاع. الآن البيت هذا شوفونه ما كامل، هذا البيت ما كامل. والله ما بصراحة ما أعرف شو أقول. أريد أحكي ما أعرف شو أحكي، أريد أقول ما أدري شو أقول. المن انطينا الدماء، المن انطينا الشهداء، المن قاتلنا. الشهيد اللي لمن يموت اذا اطفاله ما حد يحترم كرامتهم، عائلته ما حد يحترم كرامتها. تعلمنا، انا رجل خريج قانون، تعلمنا انه اساس القضاء اساس القانون هو الرحمه. الدستور يقول السكن حق لكل مواطن، هذا اذا كان مواطن عادي.